أنشيلوتي نجح مع رحيل نجوم الفريق الكبار كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، راموس، فاران وآخرين، أنه يعمل جيل جديد ومحترم للريال مدريد. ودي بالتأكيد صعبة على كثير من المدربين أن يرحل من فريقك أبرز النجوم. بالطبع صعب جدا، ولكن هو استطاع يغير درجات، ولكن مش درجات نهائية، لكن هو درج واحد مع واحد معه كروس ومودريتش وبقى لاعبين آخرين قدام قدروا انهم يقدروا يغيروا ويقدروا يساعدوا اللعيبة الشباب الجديدة ولعيبة جيدة لهم، ولكن هم لاعبين جيدين ومهاجمين أقوياء. توقعاتك لمباراة العودة، هل يستطيع أو هل يكون ريال مدريد الأقرب للصعود للمباراة النهائية؟ هم نقدر نقول الفريقين فريقين كبار جدا متعودين على المكسب، ما ليس لديهم الخوف من أي شيء، ولكن أفضل للمدريد لأن في برنابيو سوف يكون بالتأكيد استاد ريال مدريد هو بالتأكيد له قوة وله لون مفضل وشيء مفضل لريال مدريد. ما أقدرش أقول 50-50، ولكن أقدر أقول 55-45 بالنسبة للنتيجة النهائية. مباراتي نصف النهائي كانت ما بين ريال مدريد وبايرن الأولى، الثانية كانت اليوم ما بين دورتموند وباريس. باريس في محاولة منذ سنوات إلى لكي يصل للمباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة، خسر اليوم مباراة الذهاب أمام دورتموند. هل تتوقع أن أموره تصعبت في الوصول للمباراة النهائية؟ باريس هذا الليلة كان سوء الحظ، فقد كرتين كانوا موجودين داخل الشباك، كان له الحق أن يكسب فعلا، ولكن بروسيا دورتموند كسب، استطاع أن يكسب، كسب بفضل بمساعدته بجون، ولكن هو عانى في الشوط الثاني كثيرا، ولكن بعض الشيء كان عنده الإمكانية أن هو يكسب دويت زيرو، ولكن سوف تكون مباراة باريس صعبة شوية من الناحية التكنيكية، لأنه باريس سان جيرمان لديه الأفضلية والتكنيك العالي، وسوف تكون المباراة صعبة جدا في باريس.